بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنشوف مع بعض دلوقتي باب جديد، وهو الايرور او معظم الايرور اللي قابلتنا تقريبا في الشغل بتاعنا. اول حاجة في الايرور كان في البولونوميالز. فلو كانت عندي بولونوميال اسمها هنكتبها كده A بيساوي 1 و3 وسالب 1، 1 و3 وسالب 1، ماشي. وجيت قلت له عايز اجيب الروتس، قل له اكس بيساوي روتس اوف ايه. يبقى شفنا الغلط هنا فين؟ في الاقواس. ولازم نخلي بالنا ان كل قوس لازم يقفل مع قوس تاني، ماشي. لو جيت نفذت هيديني ايرور، في ايرور في اوبريتور من الايه، من اللي موجودين، ميسنج اوبريتور، في حاجه ناقصه، في كوما ناقصه، سيمي كولن، مهم. فاحنا هن ايه هنصلح الاقواس ديت، لازم تكون من نوع الايه المدور، ماشي. ونلاحظ بص القوس اللي انا كتبته دوت، بص لما اكتب القوس التاني ده ايه اللي هيحصل، هتلاقيه علم عليه بعلامه زرقاء بيان ان دوت بيقفل القوس ده. نشوف كده النتيجه، هيديني النتيجه صح. نيجي لتاني حاجة، عملية الكونف، أمر كونف. أمر كونف ما بنستخدمهوش غير عشان اتنين بولونوميال بس، ما ينفعش ان اضرب تلاتة بولونوميال. يعني لو جيت قلت له كونف، طبعا مش هنفذ الأمر ده لأني ما عنديش حاجة انفذها بيه، كونف مثلا A و B و C، كده الأمر ده ما ينفعش، غلط. أمال لو عايز أعمل كونف لتلات بولونوميال مع بعضيهم اعمل ايه؟ اخليها الاول A و B خلاص، وبعد ما نفذ اروح عامل ازاي، واخد النتيجة مثلا دي طلعتها في نتيجة اسمها Z، اروح ضارب Z مع C اللي هي كانت التالت، ونفس النتيجة هتطلع لو انا ضربت تلاتة مع بعضيهم بالورقة والقلم، ماشي. يبقى ده حاجة ايه نخلي بالنا منها. بردك عندي امر ديكونف. اول حاجه لازم نشوفها في ديكونف ان انا لما اكون عايز اعرض خارج القسمه بس، احط يعني متغير واحد بس بيساوي ديكونف، واحط المعادلتين بتوعي اللي هما مثلا كانت الاي والبي، اقسمهم لي خلاص. نلاحظ كمان يبقى انا كده هيطلع خارج قسمه بس، او خارج اسم فقط، مش هيطلع الايه الريميندر. امال عايز الريميندر اعمل ايه؟ لازم اعمل قوس مربع كده خارج القسمه، وبعد كده احط الريميندر بتاعي اللي عايزه يطلع الناتج الايه اللي هو الباقي بتاع القسمه. زائد لازم اخلي بالي ان هنا اهو ما يكونش في مسافه بينهم، يعني المسافه دي غلط، لازم يكونوا جنب بعضهم، الدي والكونف جنب بعض. يبقى دي حاجه تاني بردك نشوفها في البولونوميال. طب هنشوف دلوقتي بقى برنامج كامل كله اخطاء. يبقى هنشوف برنامج ايه كله اخطاء ونصلحها مع بعض. نعمل بقى كلير للكوماند ويندو هنا، ونفتح الفايل اللي فيه الايه الاخطاء بتاعتي، او اسمه ايه دوت اسمه اللي فيه البرنامج الغلط، وين صلحه. ادي معايا الملف اللي فيه البرنامج الغلط. تعالى بقى نتفرج عليه ونشوفه كده ايه الغلط اللي فيه ونصحح. اول حاجه القوس دوت ما ينفعش يكون من النوعيه دي، لازم يكون كده، ماشي. تاني حاجه انا عايز هنا دي فتره، يبقى لازم افصل بينهم بايه، بكولم. تاني حاجة عندي او تالت حاجة عندي في هنا ايه في البلوت دوت، ناسي هنا الابوستروف، زائد ان دوت زيرو ما ينفعش يكون زيرو، لازم تكون او، ماشي. طبعا ياريت بقى كل ما تيجي تسيف كده، يعني كل ما تيجي تصحح خطأ تعمل سيف، بحيث لو النور قطع ولا حاجة حصل مشاكل يبقى عندك الملف مرجعش سيفه من جديد وصححه من جديد. يبقى كل ما اعمل حاجة صح اعمل سيف. عندي برضك هنا دي ليبل ما تنفعش كده، لازم تكون فيها اي هنا ليبل، ودي برضك نفس النظام تبقى اي ال مش ال اي، اي ال
هولد اون صح، دي او ما ينفعش. انا عايز هنا ايه، زيرو بوليفال. وعندي ايوه هنا اهوت في الحته دي برضك الجزئيه دي، لا ثواني في حته نسيناها فوق هنا، وهي الابوستروف دي انا حطيتها مش ابوستروف، حطيتها شيفت ازاي اللي موجوده في اقصى شمال الايه كيبورد دي، ما تنفعش. انا عايز الابوستروف اللي هي شيفت، اللي هي لا اللي هي جنب الانتر على طول، اللي هي مع الطه، هي دي اللي صح. وعامل سيف برضك، صححنا هنا التي عندي ايوه هنا اهوت دوت، مش نوعيه خط، انا عملت شيفت ناقص، المفروض ناقص ناقص خلاص. عندي برضك هنا نسيت انا الابوستروف، لازم يكون في هنا ابوستروف في التايتل، خلي بالنا. فيجر اتنين، هنا هو بقى المفروض يكونوا الاتنين دي، يعني انا هستخدم فيجر تو، يبقى لازم احطها بين قوسين، بين قوسين خلاص. برضك هنا في ايه، انا ماشي كده صح، ايوه هنا انا هنا قسمت الصف وعمودين، صف يعني صف كده وعمودين، هل في جزء تالت؟ هما هيبقوا اتنين، واحد واتنين بس صح، يبقى ده غلط، لازم يكون هستخدم اي جزء فيهم، هل واحد ولا اتنين بس، لان عندي هنا صف واحد وعمودين، يعني في جزئين هيترسم فيهم، فين التالت؟ مفيش تالت، يبقى نخليها يا اما واحد يا اما اتنين، فنخليها واحد وسيف برضك هنا كده صح. هنا بي هنا ايوه، لازم في الهولد اون يكون في مسافة، مش هولد وقلنا على طول، لازم يكون في مسافة بينهم. طبعا هنا احط كمان سيمي كولون، عشان ممكن هو بينفذ يروح ظاهر للاف ساين، دي ممكن تكون كبيرة جدا، ساين يو ممكن تكون اليو ديت، يعني شوف اليو هنا من صفر لغاية اتنين باي، والستيب باي على مية، يعني موال هيقعد يكتب كل ده على الشاشة. طب ليه انا اعمل له ايكو اوف واخليه يكتب ايه، ما يكتبش الايه النتيجة، لكن انا محتاجها في الرسم بس. هي الرسم هنا امر الرسمي صح، يرسم اليو مع الاف، وعندي السبلوت صح ودوت صح. نيجي هنا ايوه جريد اون، جريد اون دوت لازم يكون فيه مسافة، فنخلي بالنا من الحاجات البسيطة ديت، هي معظمها تبقى حاجات فيها ايه مسافة، ابوستروف ناسيينه ماشي، هي كل المشاكل بتبقى في الجزئيات ديت خلاص. طبعا بعد ما خلصت اعمل سيف واعمل ران للبرنامج، يوم يتنفذ كله صح ان شاء الله. نعمل له كلوز بقى. في بعض حاجة غلط تانية كنا بناخدش بالنا منها، اللي هي اما اكتب ماتريكس بالمنظر ده كده، ايه بيساوي واحد اتنين صفر، وعايز اكتب الصف التاني رحت عامل كوما بدل سيمي كولون، وبرضك رحت عامل اتنين خمسة سالب واحد مثلا، رحت حاطط الكوما بدل السيمي كولون ماشي، ده هيظهرهم لي مش هيظهر لي ماتريكس خلاص. فانا لما اكون عايزة تتعمل ماتريكس اعمل ايه، لازم احط هنا بدل الكوما سيمي كولون، يبقى ده الصح بتاعي اهو سيمي كولون، وبرضك ادخل بقى السطر الباقي خمسة ستة سبعة مثلا ماشي، ولو عايز اظهرها ما احطش سيمي كولون في الاخر، وعايز اظهرها احط ايه سيمي كولون، يبقى ساعات بنساها من السرعة واحط كولون كوما بدل الايه بدل السيمي كولون ماشي. وساعات برضك بحط ايه، يعني باجي هنا وحاطط كده داخل هنا كده وانا بكتب، اروح شايل ايه بدل ما احط سيمي كولون بكون دايس شيفت ولا حاجه، اروح دايس ايه كولون كده غلط طبعا، لازم يبقى ايه سيمي كولون خلاص. يبقى دي حاجه كنا عايزين نشوفها برضك في الايه في الاخطاء اللي بتقابلني. في برضك لازم نخلي بالنا في عمليه الضرب، عمليه ضرب المصفوفات، عملية ضرب المصفوفات لازم نخلي بالنا منها قوي. ايه اللي بيحصل في ضرب المصفوفات؟ نكتبها كده باللي هي الايه علامة المية. لو انا عندي مثلا مصفوفة ايه ماشي، تلاتة في تلاتة، طبعا احنا كلنا عارفين تلاتة في تلاتة في تلاتة في تلاتة يعني ايه، تلاتة في تلاتة، تلات صفوف وتلات اعمدة، وعايز اعمل لها عملية ضرب في ماتريكس بي، ماتريكس بي ديت كام؟ واحد في تلاتة، ينفع؟ ها
المفروض بقى تردوا عليا تقولوا ايه؟ لا، زي ما احنا اتعلمنا قبل كده ان لازم تكون الصف هنا، قصدي العمود هنا هو الصف هنا، والناتج حاصل ضرب الصف هنا في العمود هنا. خلاص، طب يعني ده غلط صح؟ امال نعمل ايه؟ لو كان عندي مثلا 3 في 3، خلي ديت بدل 100 مربع نخليها مثلا 7. لو دي 7 في 3 يبقى لازم تكون ديت كام؟ 3 في اي حاجة تانية، 3 في اي حاجة تانية وليكن برضك خليها 3 في 3. طب الناتج المفروض تكون الناتج ايه بقى هنا؟ الناتج لازم يكون يعني ده هيساوي ايه؟ هيساوي مثلا سي. السي دي لازم تكون كام في كام بقى؟ ها، تبقى 7 في 3. اظن واضح اللي انا كنت عايزه، او واضح الشيء اللي انا عايز اقوله، يعني واضح معايا انا كنت عايز اقول ايه. خلاص، يبقى لازم من شروط الضرب العمود في المصفوفة الأولى يساوي الصف في المصفوفة الثانية، ولازم الترتيب يعني دي قبل دي، أو نضرب يعني دي في دي، ما ينفعش دي في دي. خلاص، إلا إذا كان برضك الشرط بيتحقق، طبعا مش هدي نفس الناتج. خلاص، نو no.